نعم، ما زلنا كما ذكرت قبل قليل وسط مدينة طرهونة، حيث الاحتفالات وقوات بركان الغضب التي بسطت سيطرتها اليوم على كامل مدينة طرهونة، كل مداخل المدينة ومخارجها، وسط المدينة الضواحي أيضا كلها تحت سيطرة قوات بركان الغضب بعد انسحاب آخر فلول الميليشيات التي غزت العاصمة طرابلس لأكثر من عام، وكانت تنطلق من هذه المدينة بسبب لربما قيام بعض من كانوا يصنفون مسؤولون في هذه المدينة بإدخال المدينة في حرب لربما، وفرارهم الآن لتصبح مدينة طرهونة بالكامل محررة من هذه الميليشيات، وأيضا من كان مساندا لهم في المنطقة الغربية. أيضا اليوم الاحتفالات يشاركها أيضا الأهالي، أهالي الشهداء، أهالي المقاتلين الذين حضروا اليوم إلى مدينة طرهونة لمشاركة أبنائهم هذا الاحتفال بعد زوال هذه الحرب التي أرهقت الجميع حقيقة، أكثر من عام من الدمار في المنطقة الغربية، أكثر من عام من الموت، من 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 النزوح، أزمات كثيرة حدثت نتيجة هذه الحرب، عانى منها الكثيرون، عانت منها العائلات، وعانى منها الكبار والصغار. اليوم الجميع يحتفل بزوال هذه الأزمات والنكبات. معي أحد الرجال الداعمين لجبهات القتال من مدينة مصراتة، لو تعرفنا بحضرتك. الله أكبر، الحاج فتحي الضراب أحد منتسبي كتيبة الشهيد ومنتسبين شركة قوافل الخير مصراتة. الله أكبر، الله أكبر، والحمد لله الحمد. الحقيقة فرحتنا كبيرة والله، يعني فرحتنا ما تصفش. الحمد لله اللي حضرنا الساعة المباركة، الله يرحم شهدائنا ويرحم موتانا إن شاء الله، وإن شاء الله ربي يشفي مرضانا. الحقيقة يعني الإنسان يعني عاز على التعبير، يعني تريس الله الله يبارك، ما شاء الله بركان الغضب، يعني ما شاء الله الله يبارك، الحمد لله رب العالمين. احنا ما خلوش كلمة علينا، ما قالوا لنا، احنا قالوا لنا انتم قراطمة، انتم تقرصوا في البصل، انتم تراك، انتم مانيش عارف شنو هو، ما خلوش كلمه بقالها. احنا يا هل ترهونا كلمناهم، يا ترهونا يا ولد عيب عليكم الكلام يقولوا فيه هنا، يا ناس انضموا، يا ناس خلونا فكونا من الحرب، الحرب دمار، كملتوا اولادنا زرتونا، لكن الحمد لله رب العالمين. اليوم احنا في الميدان، احنا في الميدان، الله اكبر الله اكبر في الميدان، احنا الله اكبر نترحم على شهدائنا، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. نعم، عندي كلمتين بقولهم بس، اللي هي ان هدايا مصورين البطل احد الابطال بركان الغضب، وقالوا يقشر البصل، احنا نقشر البصل وفخر لينا نقشر البصل، وبعد البصل نحقق الانتصارات، نهزم الاعداء وننهار المدن، والله اكبر الله اكبر الله اكبر. ها نحن في الميدان، ها نحن في الميدان، الله اكبر الله اكبر. شكرا شكرا لله. نعم، إذن نشكر هؤلاء المساندين كما ذكر الحجاج، المساندين للأبطال في أو للمقاتلين في الجبهات. كما ذكرت فرحة كبيرة للمقاتلين، لعائلاتهم، للجميع. اليوم الجميع اليوم يحتفل هنا مع أحد المقاتلين، مقاتلي بركان الغضب. ما هو شعورك الآن بعد سقوط آخر معاقل هذه الميليشيات في المنطقة الغربية؟ فرحة، الله أكبر فرحة، وبإذن الله ما تتمش الفرحة إلا عندك غادي يا عجوز الرجمة، بإذن الله في عقر دارك بإذن الله، الله أكبر. قالوا على طرابلس بيخشوا طرابلس، ولله الحمد، وما توفيقنا إلا بالله. في قلب ترهونة، في قلب ترهونة، إن كان عندهم رجل يطلع يواجه، يطلع يواجه، ها والرجال عندك في قلب، في قلب ترهونة عندك، والله أكبر والله أكبر. نعم، شكرا لك. الفرحة مستمرة، الصورة من خلفي ربما تعبر أكثر عن هذه الأجواء اليوم. أيضا هناك أجواء كانت من الفرحة منذ صباح اليوم في هذه الجزيرة. شكرا لك. معي أيضا أحد الداعمين للرجال في الجبهات. نحن من حمد البادر، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا النصر المبين، هذا النصر الذي يحققه الشعب الليبي، هذه الحرية التي نحن نطلع إليها، الدولة المدنية، لا للحكم العسكر، لا للحكم الطغاة، لا للحكم الكفرة. نحن أهل ليبيا كلنا لن نتوقف ولن تقف الثورة حتى نحقق نصر، الله أكبر ولله الحمد. نعم، الكثير من الكلمات، هناك أيضا تهاني، لربما البعض عجز عن التعبير صباح هذا اليوم، كان هناك أيضا دموع الفرح
التي لربما اختلطت مع دموع الحزن مع من فقدوا طوال أكثر من عام من الحرب في المنطقة الغربية وعلى حدود العاصمة طرابلس. مازال المقاتلون لديهم ما يقولون رجال بركان الغضب ورجال الجيش الليبي اليوم من وسط مدينة طرهونة بعد تحرير المدينة. ما هي رسالتكم لما تبقى من لربما من يحاول المساس بالمنطقة الغربية أو بأمن العاصمة طرابلس مستقبلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. نبي أول رسالة نوجهها لأهل طرابلس، شفتوا صمود أبنائكم طول سنة وشهرين قدام الطيران المسير وقدام الصواريخ وقدام الهاوزر وقدام الروس المرتزقة والجنجاويد، شفتوهم ما قدروش يصمدوا حتى أسبوع، شبحتوا معدن التريس اللي عندكم يا تريس طرابلس، ما قدروش يدافعوا على مدينتهم حتى أسبوع الجبناء، وما زال دار التريس ودم التريس، وقسما بالله ما أنا بايعيننا لين لم ساعد في جرتك لم ساعد. وبإذن الله بعد الحرب، ورسالة لكل التوار الحقيقيين، رسالة ليهم بعد الحرب هيا رد بالكم، تكرروا أخطاءكم اللي كررتوها في الماضي، ما تروحوش لحياشكم، خليكم ابنوا الدولة، الدولة انتم الصعب تديروا فيه تموتوا، السهل ما تديروش فيه، ما تروحش، اقعد ابني الدولة، كن سبب في بناء الدولة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. نزف البشرة لجميع الليبيين ان احنا قاعدين في طرهونة، واللي قالوا خاشين خاشين، انا احنا اللي خشينا واللي بيتعبنا حنتعبوه. والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارك لجميع أحرار ليبيا بانتصارنا اليوم اللي صار في طرهونة، وبإذن الله ربي يشفي جرحانا ويكون سند لأمهات الشهداء الله يرحمهم ويغفر لهم، وبإذن الله بإذن الله مستمرين على هذا 17 فبراير إلى الأبد. الله أكبر ولله الحمد. البريوش هذا البريوش اللي يقول علينا بريوش فسطة، إحنا واللي قال لي ساق عليك طرهونة فسطة. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. نعم، إذن تتعدد الكلمات، تتعدد الأوصاف لهذه اللحظة، لحظة التواجد هنا في آخر معاقل الميليشيات كما ذكرت هنا من وسط مدينة طرهونة. ما يزال المقاتلون ورجال بركان الغضب يتجمعون في وسط المدينة، تبادل للتهاني والتبريكات، الكتائب والمقاتلون من مختلف المدن من مختلف المناطق، كل من شاركوا في عملية بركان الغضب يتواجدون اليوم للاحتفال الأخير بزوال هذه الميليشيات وانتهاء الحرب الضروس التي لربما حملت الكثير والكثير من الآلام للمنطقة الغربية، للعاصمة طرابلس، لليبيا بصفة عامة، الحرب التي لم ترحم أحدا، الحرب التي تضرر منها المدنيون أكثر من المقاتلين، الحرب التي نزح بسببها مئات الآلاف استشهد، بسببها الآلاف بتر وجرح أيضا الآلاف. اليوم الجميع فرح بزوال وانتهاء هذه الحرب، لربما حتى في مؤقتا في المنطقة الغربية وبداية مرحلة جديدة ما بعد زوال هذه الميليشيات. الصورة أمامكم محمد، لو كنت تسمعني لو سمحت تبين. نعم نعم، لو كنت تسمعني محمد، كيف استقبل أهالي مدينة طرهونة تحرير مدينة طرهونة من ميليشيا الكاني؟ نعم، في الحقيقة منذ دخولنا إلى مدينة طرهونة لم نلحظ وجود مدنيين في سواء كان في مداخل المدينة أو حتى في وسط المدينة، ربما الأهالي ما زالوا في منازلهم. حدثت بعض المناوشات صباح اليوم وسط المدينة من بعض الجيوب كما ذكرت، ما استدعى الأهالي بالبقاء في منازلهم خصوصا في المناطق التي تتركز وسط المدينة. في الضواحي هناك وجود لبعض العائلات لاحظناهم على جانبي الطريق، ربما أيضا للخروج للنزوح من مؤقتا من أثناء حدوث الاشتباكات خلال بداية دخول المنطقة، ولكن حاليا كما ذكرت كل التواجد لمقاتلي بركان الغضب وسط مدينة طرهونة. لم نشاهد في الحقيقة وجود للأهالي حاليا في وسط المدينة، هناك وجود كما ذكرت في الشوارع الفرعية للعائلات موجودين في منازلهم، ربما لا يستطيعوا الخروج
حتى خلال هذه اللحظة هناك استخدام للأسلحة بالرماية في الهواء تعبيرا من المقاتلين على فرحتهم بتحقيق الانتصار كما ذكرت منذ صباح هذا اليوم هنا وسط مدينة ترهونة. نعم شكرا لك محمد النبوت على كل هذه التفاصيل وهذه الصور الحية التي نقلتها لنا ولمشاهدين لبيل أحرار من أجل معرفة فعلا تحرير مدينة ترهونة من ميليشيا الكاني وميليشيات حفتر كذلك. نبوت لو ممكن أن تضع لنا الصورة المتواصلة أن تنقل لنا صورة من أو مشاهدينا نترككم مع هذه الصور الحية من مدينة ترهونة. الله اكبر الفضل كله يرجع لله عز وجل. الله اكبر الله اكبر الله اكبر لمصر باذن الله لمصر باذن الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. لم ينتصر الباطل على الحق، دائما ينتصر الحق على الباطل. فالمتمرد الانقلابي حفتر على باطل ونحن ان شاء الله على حق، فنحن نقاتل لله ثم للوطن، ومن يقاتل في سبيل الطاغوت حفتر المتمرد فهو على باطل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. طرابلس طرابلس قوماتك قوماتك سنة واربع شهور وينكم حتى يوم لا عادي 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 قولوا علينا ابو عادي قولوا علينا زيوش قولوا علينا زبادي عادي غير ما حاول كل مرة ناخد دبة لدين الضوان سيورك تتربى وتراب نسبة هون يموتوا عليها تريد من زيك يا ملعون جايب لفرنسيس ونرسها البلاد بالفتنة والسوس قلتهم الولاد جايب مرتزة قروس عادي يا ناري وعلى عريق عليك يا ناري يا ناري وطرابلس ما ترضى بيك مسماري مسماري طرابلس ما ترضى بيك مسماري مسماري طرابلس حريق عليك مسماري مسماري طرابلس ما ترضى بيك مسماري مسماري. مشاهدين التغطية الميدانية ما زالت متواصلة إذ ينضم إلينا عبر الهاتف الناطق باسم كتيبة سلع الزاوية الهادي عنيبة. سيد عنيبة أهلا بك في هذه النافذة الإخبارية. بداية لو تطلعنا عن عملية ملاحقة فلول ميليشيات حفتر التي هربت من مدينة ترهونة بعد ما قمتم بتحريرها. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تحية طيبة وبعد أولا نترحم على كل شهداء الوطن في عملية بركان الغلا ونتمنى الشفاء العاجل لكل الجرحى وعودة المفقودين والتحية إلى كل أمهات الشهداء وزوجات الشهداء وأبناء الشهداء وأخوات الشهداء وهنيئا إلى المهجرين الذين سوف يرجعون إلى بيوتهم بفضل الله أولا ثم بتضحيات هؤلاء الأبطال. الحمد لله رب العالمين الذي من علينا بهذا النصر الكبير، هذا النصر الذي لولا تكاتف الرجال ولولا ثقة الأبطال بالله سبحانه وتعالى لما كتب لنا هذا النصر. الحمد لله أولا وأخيرا
الحمد لله أختي الكريمة أن من علينا المولى عز وجل بهذا الانتصار الكبير، ونقول للقابعين تحت أو في الرزمة بالتحديد ومن يدور في فلكهم من عمليتكم التي أطلقتم عليها الفتح المبين في يومين، ها هي نقول لكم إنه الهروب المشين في يومين، ألا بئس منكم الظالمين. أختي الكريمة، بعد دخول قواتنا الباشلة اليوم والتي كانت من كل المناطق، من كل المناطق الغرب الليبي وكذلك من الجنوب ومن الشرق الليبي، وكل الأبطال وكل ثوار ليبيا اليوم اقتحموا ترهونة من جميع المحاور، ولا توجد أي مقاومة كما كنا نتوقع، فكان الهروب وتركوا أسلحتهم وتركوا سيطرتهم وتركوا وقاموا باستبدال ملابسهم بالملابس المدنية، وكما نعلم من دخل إلى بيت ومن ذهب إلى البادية ومن انتقل إلى مدينة أخرى ومن فر هاربا ومن الله أعلم بحاله أين هو الآن. نقول أن الحق دائما منتصر ولا شيء ينتصر على الحق، وبهمة الرجال سوف تكون ليبيا بالكامل من منفذ رأس الجزيرة شرقا غربا إلى مساعد شرقا إلى الجنوب الليبي، سوف تعود كل هذه إلى حضن الدولة إن شاء الله، وما على الثوار وأحرار ليبيا إلا أن يتجهوا إلى بناء الدولة الصحيحة المتينة التي تضمن فيها الحقوق والحريات للجميع، وما الدولة إلا حقوق وواجبات. شكرا. نعم أختي الكريمة، شكرا لك، كنت معنا عبر الهاتف الناطق باسم كتيبة السلع الزاوية الهادي عن أبا. أما الآن مشاهدينا نعود وإياكم إلى هذه الصور الحية من مدينة ترهونة التي ينقلها لنا مراسل ليبيا الأحرار من وسط مدينة ترهونة. إليك محمد النبوت. بارك أولا الحمد لله، الحمد لله والله أكبر ولله الحمد، اللهم انت رحم على شهدائنا واشفي جرحانا يا رب، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أحمد كله خاشين اليوم، هاربين وراكم، وبإذن الله ليبيا تقعد نجمة وعلان. اللهم ارحم الشهداء يا رب. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ولا للكرامطة، والحق يحق والباطل يبطل، الحق يحق والباطل يبطل، طز في حفتر طز فمتنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. دم الشهداء ما يمشي شباب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سنة يبي خش للفرناج، سنة يبي خش للفرناج، احنا في يوم حلمنا بترهونة خشناها والحمد لله، وبإذن الله على درب الشهداء سائرون. والله أكبر، وبإذن الله للرجمة بعون الله تعالى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. زي ما قال البورجي كمل. الله أكبر الله أكبر. الرجمة المجد والخلود، المجد والخلود للشهداء. الله أكبر.
شيخ ماذا؟ 100% حاج نور ان شاء الله. كيف الأمور؟ نبوت هل تسمعني أم لا؟ ينضم إلينا كذلك عبر الهاتف ناصر الجايد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالمنطقة الوسطى. سيد ناصر أهلا بك في هذه النافذة الإخبارية ومبارك عليكم هذا النصر الذي تم تحقيقه ما بين الأمس واليوم، بداية بعد تقدمات وسيطرة قوات الجيش الليبي على مدينة ترهونة وحدودها الإدارية بالكامل، كيف يتم التعامل مع فلول ميليشيات حفتر الإرهابية سواء كانت من مرتزقة فاغنر والجنجويد والليبيين الذين أيدوا فعلا هذا العدوان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، تحية لك أختي الكريمة ولمشاهديكم الكرام. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نعم، حق لأبنائنا أن يفتخروا اليوم بهذا النصر العظيم، هذا النصر الذي حققوه بعد أكثر من سنة من هذا الهجوم البربري الوحشي على مدينة طرابلس عاصمة ليبيا. فتقدمت هذه القوة بإذن الله وحققت الانتصارات بعد أن ضحت ببعض من أبنائها، نسأل الله أن يتقبلهم في الشهداء وأن يداوي جرحاهم وأن يرجع مفقوديهم إلى أهلهم. الحقيقة